خطتنا في منظمة الانتربول لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة والتقليد في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانت لنا النسخة الرابعة حاليا من المؤتمر الرابع لمكافحة جرائم الملكية الفكرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذا المؤتمر عقد في مدينة دبي دولة الإمارات العربية المتحدة وشهد نقلة نوعية حاليا في نوعية التعاون فيما بين منظمة الانتربول وجمعية الإمارات، أهمها كان توقيع مذكرة التفاهم ما بين الجمعية ومنظمة الانتربول، ثانيها انتقال هذا المؤتمر من بعده الوطني حيث كان فقط لممثلي هيئات إنفاذ القانون في الإمارات إلى مشاركة 13 دولة من دول الشرق الأوسط شمال أفريقيا في هذا المؤتمر. هذا المؤتمر لم يكن فقط على شكل ورشات عمل ومناقشات، إنما هناك خطة لكي يتبع بعمليات ميدانية وعمليات ضبطيات يتم تنفيذها بالتنسيق مع هيئات وجهات إنفاذ القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة. المؤتمر الرابع لمكافحة جرائم الملكية الفكرية شهد أيضا تعيين سفير منظمة الانتربول الإعلامي جورج قرداحي سفيرا لحملة تيرن باك تايم اللي هي حملة دولية تدعو جميع الجهات والأفراد والجمهور إلى مكافحة ومنع الجريمة المنظمة وتوعية جيل الشباب وجيل المستهلكين والأسر وجميع من لهم علاقة في الأعمال التجارية بمخاطر الجريمة المنظمة وعدم الانغماس بها. الخطوات المستقبلية هناك جدا رغبة في إتمام هذا التعاون ونقله أيضا إلى مراحل أبعد وأبعد في دولة الإمارات العربية المتحدة. لا شك أن دعم الجهات الحكومية وهيئات إنفاذ القانون في دولة الإمارات للإبداع وللفكرة هو من أهم العوامل وهو من أهم المركبات الذي يدعونا كمنظمة الانتربول لبذل المزيد من التعاون في تنسيق هذه الجهود مع الزملاء في دولة الإمارات.